صباح الخير. صباح الفل. حاسه انه زمان ما شفتك. وانا كمان صح مع بالويكند لما ما نشوف بعض انا وياك مصيبه. هاي طويله مصيبه كانت. مصيبه يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بنهار جديد واسبوع جديد وحلقه جديده من مشوارنا الصباحي. صح صح صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام. تجدد لقائنا بكم بعد يومين عطله. طبعا اخبار يعني كالعاده اشي بيوجع القلب. اهلا وسهلا بكم جميعا. يعني فعليا كل يوم خميس منغيب عنكم ليومين وبتذكر الدعاء اللي بندعيه مع نهايه كل حلقه. منقول يا رب انه يوم الجمعه ويوم السبت تكون ايام اكثر رحمه على الشعب الفلسطيني في غزه وفي مختلف المناطق في الضفه الغربيه. ولكن للاسف كل عطله نهايه اسبوع عم نرجع يوم الاحد تعبانين ومنزعجين ومقهورين وعاجزين وشاعرين بمشاعر حزن كبيره لانه اللي عم بيصير خلص صار فوق قدرة تحمل أي بني آدم أي ضمير أي إنسان. عطلة نهاية الأسبوع كانت قاسية جدا. شوفي رهوفة أنا يوم الجمعة قعدت عم بتابع الأخبار من لحظة إصابة الصحفي الزميل البطل وائل الدحدوح وأكيد الشهيد سامر نعم. أبو دقة. تابعت من لما بدأوا بإسعاف وائل وأبو حمزة. أكيد نوجه له تحية كتير كبيرة. أنت رمز للبسالة والشجاعة وأنت رمز للنصر لنصر قريب كلنا نتطلع إليه. وكنت أتابع قديش إله الشهيد سامر ينزف. وصلنا إلى 5 ساعات و30 دقيقة بعد ذلك تم إعلان بأنه استشهد. نعم. الغصة بقلبي أيامنا كلها ملطخة بالدماء كلها. يعني السردية الفلسطينية الشجاعة المليئة بالعزة عم تتعرض لانتهاكات لم يسبق لها مثيل ومع ذلك هم صامدون. مشاهد الجرافات اللي عم تقضي على الأحياء مشاهد مش لا تموت بس للإنسانية بصلة مشاهد بها من الوحشية ما يجعلنا نشك بأنه بعض الأشخاص في جوفهم قلوب. أنا تأكدت بعد هذه الحرب الشعواء بأنه القلوب هي لم تخلق للجميع. الله سبحانه وتعالى أكيد حطها فيك بس في ناس معطلينه ما بيستعملوه ومنيمينه وحاطين ضميرهم جنبه. إذا بيعرفوا شو يعني ضمير إذا بيعرفوا شو يعني إنسان. فإحنا اللي عم نتابع عن بعد عم نشعر بهذه الغصة. فما بالك بمن يعيش على أرض يتم قصفها كل ثانية على أرض فيها مشاهد الدماء أصبحت مشاهد معتادة. يعني أنت بتمشي بالشارع بتلاقي جثث حواليك وكأنك عم بتشوفي سيارات ماشية بالشارع. يعني والله الواحد عجزت الكلمات عن وصف ما يشعر به. ولكن نبقى نتمسك بالأمل ونبقى نصر على فخرنا وعلى اعتزازنا بالمقاومة بجيش المقاومة اللي يعني يبذلون أقصى ما بوسعهم حتى يكملون ما بدأوه بسبعة أكتوبر بقلوب جامدة. هم نقطة ضعفهم المدنيين لأنه اللي عم بيصير صراحة يعني فاق التوقعات. يعني شوفوا كل يوم أهل فلسطين عم بيعلمونا دروس. أنا بالنسبة لي الأستاذ وائل الدحدوح اللي منوجه له كل التحية من الشعب الأردني والشعب العربي بشكل عام. لما أنت تكون مصاب وعم تنزف وعم تسأل كيف سامر لحقوا سامر وقبل فترة قلت لنا معلش بدهم يقهرونا بأولادنا. كل يوم بيعلمنا درس هو وكل الصحفيين الموجودين وكل المواطنين الموجودين. ولكن شو هاي الإنسانية؟ شو هاي النخوة؟ شو هاي الشجاعة؟ شو هاي المروءة؟ كل شيء كنا نقرأ عنه من مبادئ وأخلاق أنا عم بشوفه يترجم على أرض الواقع في أصعب وأقصى الظروف. أنت ممكن تكون شجاع والأمور تمام بس لما تكون شجاع وتكون رجل وإنت عم تنزف وإنت تعبان وإنت ميت لك أولاد وزوجة
قمة الصمود، قمة الشجاعة. وإحنا بنعرف إنه المشاهد مؤلمة، ولكن بنعرف كمان عن حجم التخبط اللي عم بيصير في الشارع الإسرائيلي. عم نشوف قد ايه في مدنيين اليوم عم بينتقدوا حكومة نتنياهو، وهذا كله اندل على شيء، بالرغم من الموت وبالرغم من الدماء وبالرغم من الطفولة المسروقة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولكن النصر قريب. يعني نتمنى أن تكون هذه بداية نهاية الكيان الإسرائيلي. في شغلة يعني هي من أبسط حقوق الإنسان، ما بيقدروا أهلنا وأشقائنا في غزة إنه يعملوها، ما بعرف إذا فكرتوا فيها، في رفاهية بالحياة اسمها رفاهية الانهيار. صح. بعض الأشخاص بيحسوا بأنه قلوبهم مليئة بسنين من البكاء، فهو يسمح لنفسه أن ينهار. مظبوط. بعيداً عن الناس، بعيداً عن الأماكن، بعيداً عن كل ما يمت للحركة بصلة، بدخل بغرفته بقعد يومين ثلاثة، أنا بدي أنهار، أنا ما بدي أحكي مع حدا. هذه الرفاهية كيف لشخص أن يملكها وهو محاط بأصوات مرعبة، وهو محاط بأطفال ينظرون إلى وجهه ليشعرون بأن ما رح نموت في هذه اللحظة، زوجة جوعانة بدها تأكل، هو كأب ورب المنزل، لأنه هلأ بالعادة أكيد الأب والأم دائما هم اللي بيقودوا السفينة، بس الأب هو الربان، هو اللي بحس حاله أنا المسؤول، مش قادر يطعميهم، وهو داخليا منهار ويعكس على وجهه عكس ما يبطن. إذا بتفتحوا جوفه بتلاقوا سواد وحزن وبكاء وارتجاف وخوف لا يظهر لا على ملامحه ولا على أطرافه ولا بكلماته ولا على صوته، لأنه ببساطة لا يمتلك رفاهية الانهيار، وهذا بحد ذاته انتحار نفسي بطيء. صح. حتى وإن خرج من هذه الحرب سليما معافى جسديا، ندوب نفسية ستبقى تلاحقه حتى آخر يوم، والأثر النفسي هذا نحن للأسف الشديد في عالمنا العربي لا يعني لا نهتم به كثيرا أو لا نسلط عليه الضوء كثيرا، لكن إذا بنفكر بنفسيتهم بعيدا عن المعدات الفارغة وبعيدا عن الآذان التي أصبحت معتادة على أصوات لا إنسانية، هو من جوا بني آدم محطم. تعرف في هاي المشاعر صارت وفكرت فيها بأيام الهدنة. نعم. قعدت أفكر إنه شخص عم بيتعرض للقصف لأكثر من 45 يوم، موت دمار، ما عنده مجال إنه يحزن. يعني ما أنت لما صدمة ورا صدمة ورا صدمة ورا صدمة أنت ما عندك مجال لا تبكي. مستحيل. ولا تغضب ولا تمر بمراحل الحزن الأربعة، النكران والغضب ومن ثم التصالح مع الذات والبكاء، هذا كله هم مش ما فيش وقت يمروا فيه، هم مش ملحقين، مصيبة ورا مصيبة، قصف ورا قصف، موت ورا موت. بأيام الهدنة أنا حسيت إنه الموضوع صار بيخوف أكتر. ليش؟ لأنه أنت لما بده يروح صوت الصواريخ، ولما أنت بدك تصحى وتتفرج على الدمار وتفكر أنا مين خسرت وأنا مين متلي وأنا شو صار فيه، هذا الوقت هو وقت جدا سيء نفسيا، ووقت بشعر فيه الإنسان إنه هو مش عارف لا يبكي ولا يحزن ولا ينهار ولا يغضب ولا يستنكر ولا يلوم الناس ولا يلوم الدنيا. فبالتالي اللي هم عم بمروا فيه، وأنا زي ما قلتي بالضبط بحس إنه إحنا في الوطن العربي من قبل أحداث طوفان الأقصى دائما ما بنعير أهمية لموضوع الأثر النفسي، وكأنه الإنسان بيقدر إنه يكون منتج طالما هو جسديا منيح. صدقوني لا، وحكينا بهالموضوع أكثر من مرة، التروما والصدمة اللي هم عم بمروا فيها أنا ما بعرف إمتى ممكن يتعافوا منها، كأطفال كنساء كرجال. عشان هيك هذيك المرة كنا عم نحكي لكم بأنه هم مش خارقين، هم بشر زينا زيهم. كيف أنت لما يموت لك شخص واحد بتحتاج لسنوات لتتعافى، هم مثلهم أشخاص أسر بالكامل فقدت. فما بعرف شو هالعمر، يا رب يعطيهم عمر ويعطيهم
زي ما بيقولوا القدرة على التعافي، وإحنا دائما نؤمن بإيمانهم، إيمانهم برب العالمين قادر على يمكن تحسين نفسياتهم ما بعد هذه الحرب اللي إحنا بنتمنى إنها تنتهي، لأنه خلص بكفي. صح 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 صح